افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مجمع الأفنيوز التجاري، والذي يضم أكثر من 40 علامة تجارية عالمية من بينها 15 علامة تفتح لأول مرة في البحرين. ويعتبر الأفنيوز البحرين مشروعا ترفيهيا، وهو الأول من نوعه في المملكة نظرا لضخامته ولتنوع الأنشطة التي يقدمها لزواره على امتداد 1.5 كيلومتر، حيث يضم 130 محلا تجاريا بالمرحلة الأولى، 50% منها مخصصة للمطاعم والمقاهي، وتتميز جميعها بالإطلالة البحرية على خليج البحرين. هذا وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة صروح البحرين محمد عبد العزيز الشايع عن سعادته بأن تكون البحرين أول انطلاقة للأفنيوز خارج الكويت، مشيدا بما تتمتع به المملكة من مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات وفق رؤيتها الاقتصادية التي تسعى من خلالها إلى المنافسة عالميا. ما في شك طبعا في ايرادات وفي توظيف عماله عدد كبير، ونتامل ذلك ان يكون مساعد لتنشيط الاقتصاد. كل الاجهزه الحكوميه كانت متعاونه بشكل 1000%، ما يعني كان تعاون متكامل من جميع الجهات، من مجلس الوزراء، البلديه، الاشغال، الطرق، الداخليه. فاحنا صراحه نشكرهم بهذه المناسبة. اليوم انطلاق هذا المجمع بيكون له أثر كبير في الإنفاق السياحي في مملكة البحرين. احنا لما درسنا وشفنا الإنفاق السياحي طبعا لها عدة أجزاء، الإقامة والتسوق والمواصلات هم أكبر ثلاث أجزاء يتم إنفاقها السائح في مملكة البحرين. واليوم التسوق ومن خلال مجمع الأفنيوز لا شك أنه بيلبي احتياجات العوائل الخليجية بشكل خاص، وبشكل عام أيضا أبناء مملكة البحرين المواطنين والمقيمين بيكون هناك شركات وبراندز جديدة تم إضافتها للمرة الأولى في هذا المجمع. أسدلت جمعية المهندسين البحرينية الستار عن فعاليات معرض البحرين الدولي للعقارات بنسخته 10 بايبكس 2017 بمشاركة 65 جهة عارضة وطرح 120 مشروعا من داخل وخارج المملكة. وقد تجاوزت قيمة الأصول العقارية المعروضة في معرض بايبكس هذه السنة حاجز 20 مليار دولار. وقد شهد معرض بايبكس هذا العام إحدى أقوى دوراته وأفضلها من ناحية استقطابه لأهم الجهات العارضة المحلية والإقليمية، واستعراضه لأهم المشاريع التي تم إطلاقها مؤخرا من قبل أبرز اللاعبين الإقليميين والدوليين في التطوير العقاري. وقد عمل معرض بايبكس على تقديم فهم أعمق للمستثمرين حول الإمكانات الهائلة للسوق العقارية في البحرين، وتسليط الضوء على المكانة الاستراتيجية المهمة للمملكة تجاريا وسياحيا. النسخة 10 من معرض بايبكس الذي بدأ في عام 2004 نسخة ناجحة، ونحمد الله أنه المشاركات كبيرة. جميع المطورين الرئيسيين في مملكة البحرين يشاركون معنا في هذه النسخة 10 بدون استثناء. لدينا أيضا مشاركات من خارج البحرين، فلدينا عارضون من المملكة المتحدة، من تركيا، من قبرص، من باكستان. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مسعود الهرمي رئيس جمعية المهندسين البحرينية. مرحبا بك معنا في النشرة الاقتصادية. وبداية أستاذ مسعود، لو تحدثنا عن حصيلة بايبكس 2017 من حيث حجم المشاريع المطروحة وإجمالي الزوار للمعرض. مرحب فيكم وشاكرين لكم على الاستضافة في تلفزيون البحرين. المعرض في نسخته 10 استقطب كما ذكر التقرير العديد من الشركات العقارية. جميع الشركات أو كبار المستثمرين العقاريين في البحرين استقطبهم، أكثر من 20 مليار دولار حصيلة المعروضات من
المشاريع العقارية، إضافة إلى مشاركة استثنائية هذه في هذه السنة، وهي إقامة جناحين وطنيين، واحد لدولة قبرص واحد لباكستان. نعم. وكان يعني كانت ردة الفعل جيدة من هذين الجناحين، بحيث أن أكدوا مشاركة في النسخة 11، وإن شاء الله تكون مشاركتهم أكبر ومبكرة جدا، على أساس يتسنى للجنة المنظمة الترويج أفضل لمشاركات الدولتين. ما الذي ميز النسخة 10 من معرض بايبكس عن باقي الدورات السابقة سيد مسعود؟ هي المشاركة الكاملة من كبار المطورين، المشاركة الدولية، التوسع. النسخة 10 صارت بصمة واضحة في سوق المعارض في البحرين. نعم. تأكيد على أن التطوير العقاري، قابلية مملكة البحرين لاستقطاب المشاريع العقارية هي جيدة جدا، قدرتها على بناء المشاريع واستقطاب الاستثمارات. أيضا أكدت على أن جمعية المهندسين البحرينية واحدة من أهم الجهات المنظمة للمعارض، على الأقل في مجال العقار. نعم. إضافة إلى مشاركاتها كجمعية في تنظيم المؤتمرات والبرامج الفنية. نعم. نتمنى المزيد من الازدهار للقطاع العقاري في مملكتنا الغالية. المهندس مسعود الهرمي، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع أغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الحمراء عند مستوى 1276 نقطة بانخفاض نسبته 0.5% عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,335,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 353,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 79 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 44.84% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. ونتابع الآن مشاهدين إغلاق البورصات الخليجية لهذا اليوم، وكما هو موضح على الشاشة فقد أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاضات متفاوتة. أما بالنسبة للسوق المالية السعودية فقد أغلقت عند مستوى 6956 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.66%، وكانت الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. وبالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6607 نقاط بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.24%. أما سوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4462 نقطة بانخفاض طفيف أيضا بلغت نسبته 0.11%.